مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية، نزل عندنا تحديث جديد تطبيق الانستغرام، التحديث برقم 300. قبل ما أبدأ أشرح الطريقة الصحيحة للتحديث، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو أن يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. التحديثات توصل أسبوعيا حتى تحافظ على حسابك الانستغرام وتمنع أنه ينحذف. ممنوع تستعمل تطبيقات اللي تزيد المتابعين أو تحذف المتابعين، أو أنه أنت نفسك تحذف متابعين أو تزيد متابعين بسرعة، راح يوصلك حظر وممكن تنحذف من الانستغرام. شيء ثاني، ممنوع انه ترسل فيديوهات كثيرة بنفس الوقت لكل الأصدقاء، لأنه راح يعتبرك كمبيوتر وممكن يحذف حسابك. والشيء الثالث، ممنوع ترسلون أي أشياء سياسية أو تأخذون فيديوهات من غير تطبيقات، لأنه حسابك راح ينحذف. الآن الطريقة الصحيحة للتحديث، نحدث بصورة صحيحة بالبداية. راح ندخل على الأبل ستور ونروح بالأعلى وننزل الشاشة الأسفل، راح تنزل التحديثات النازلة ونزل عندنا الإنستغرام. التحديث برقم 300. قبل ما نحدث نروح على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، نتأكد الآيفون آخر تحديث، بعد راح ننزل على مساحة التخزين وننزل نشوف كم مساحة الإنستغرام. الإنستغرام ما عبر 1 جيجا، أروح أحدث أني ما عندي أي مشكلة. نكمل التحديث، أدخل عليه. هذا حسابي ديار انتر/كجل D123535 اللي حابب يتواصل وياي هنا يكون. والشي الجديد اللي نزل انه اذا دخلت على الريلز راح تشوف هنا بالاعلى الفولورز اللي انت تتابعهم من ينزلون ريلز، راح تكون بهذه الطريقة مكتوب فور يو. نقطة ثانية، في مشكلة الان بعض المتابعين للأسف ما يقدرون يحملون الهايلايت، هاي مشكلة عامة ان شاء الله تنحل بهذا التحديث، اذا ما انحلت ننتظر التحديث القادم. والنقطة المهمة الثالثة اللي حابة أقولها، أنه رجاء نضيفوا بريد إلكتروني على حسابكم، لأنه حاليا إذا حذفت الحساب أو صار أي شيء للأسف إلا بريد إلكتروني يلا يرجع، إذا على الرقم ما يرجع. قوانين الإنستغرام هذا الشيء اللي موجود. أتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا. رجاء ندعموا قناتي بلين بعين عربية باشتراك، لايك، شاهدوا القناة، كون جدا شاكر لكم ومع ألف سلامة.